لجمالك سيدتي. إذن أهلا بكم فقرة الجمال في حلقة اليوم، ومعنا في هذا هنا داخل الأستوديو اللي نرحب بها صديقة دائما للبرنامج الأخت حرية ديال المحمدية. أخت حرية أهلا وسهلا بك. السلام عليكم أخت حجبها، تحية لي كل طاقم برنامج وكل مستمعينا والمستمعات ديال الإذاعة الجهوية مدينة العيون. شكرا لك على حضورك. نستغل هذه الفرصة فضلي. نقدم التهاني ديالنا جميع المغاربة بمناسبة المساء الخضراء، وفعلا مدينة العيون لبسة حلة جديدة. وفي الحقيقة أنا شخصيا إذا كانت المسيرة الخضراء ستنوفمبر أعلن عليها الحسن الثاني، فأنا كنشبه هذه المسيرة لقدوم صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمدينة العيون مسيرة ثانية بحلة جديدة. والله حق صدقتي الأخت الحرية، شكرا لك. نرحب بك في داخل السويد، نرحب بك في مدينة العيون. استغلوا الفرصة وتقدمينا مجموعة من الوصفات اللي مرفي دايما كتقدميها لنا، وكنا كنتلقاو عبر الهاتف، واليوم حاضرة معنا في الاستوديو وصفات تجميلية للمستمعات. كما تعود من عند المستمعات وصفات طبيعية ومصحوبة بشربات طبيعية. اليوم بما أن الأخ دكتور خالد الوديع تكلم على الورد، هنا غادي نبقاو في الوصفات باش يكون بتكون حصة متكاملة. وخد يعني دخل لك الأخ شتي خالد في التخصص ديالك، عطانا واحد الوصفة قبل منك ياك. مزيان. يلا بالنسبة للورد البلدي، احنا كنعرفوا الورد البلدي من بين الورود اللي كيعطينا بياض البشرة، كيحارب لنا الحساسية ديال البشرة، كذلك المشكل عضوي داخلي خاصة الإمساك. وحنا كنعرفوا الإمساك عنده علاقة مع الجمال، يعني أي مشكل داخلي إلا وعنده أعراض خارجية على الوجه. حنا كنعرفوا دائما الجدوى ديالنا كانوا كيستعملوا الورد كمحلول، يعني كيشربوه مع العسل الحر باش يحاربوا المشكل ديال الامساك. هنا غادي نعطي للمستمعات بعض الوصفات اللي هي من الورد ومصحوبه بالفواكه الموسميه، واللي هو الرمان. دابا الرمان وقت الرمان نستغلوه، يعني اكلان واقنعه، يعني الا خدينا عصير الرمان في المثال، خدينا الرمانه وعصرناها وخدينا منها في مثال 4 المعالق ولا 5 المعالق ديال الماء ديال الرمان، ودرنا معاهم معلقه ديال العسل الحر ومعلقه ديال الورد البلدي، ودهنا به الجسم ديالنا كله، يعني كيعطي واحد اللون للبشرة، وكذلك كيعطي البشرة كيصفي لنا البشرة ومضاد للتجاعيد. يعني هذا بسيط وسهل فينا. بالنسبة كذلك الورد إلا استعملناه كمحلول لتنظيف البشرة، يعني ملي كناخذوا الورد غالبا الناس ما عندهمش الورد يعني الورد طبيعي. أعطانا السي خالد أعطانا واحد وصفة باش يمكننا نديروا التقطير ديال الورد. قالنا بناخذوا الطجرة ديال الضغط نديروا فيها الورد نديروا فيها الماء وناخذوا البلاصة ديال الصفارة نديروا فيها شي تيو ديال ونحطوها ديال شي قرعة تبقى تقطر عصري. التقطير العصري. يلا. بالفعل من هذا المنبر بعد تحية الأخ خالد الوديع، كنشكره دائما. أي عشبة بغينا نديروا المحلول ديالها إلا وكنغطيوها باش داك البخار ما كتاخذش زيوت الطيارة اللي كتكون في الأعشاب. يعني كناخذوا داك الكاس كنخليوه يبات لي كامل، بعد كنصفيوه. هذاك الماء ديال الورد كنضيفوا معاه عصير ديال الرمان كيكون كمحلول نظفوا به البشرة ديالنا، وخاصة ملي كنضيفوا له واحد المعلقة ديال الزيت. يعني الناس اللي عندهم بشرة جافة لوسيون يعني ممكن نحتفظوا بواحد المدة، ولا المهم بالنسبة للمحلول الطبيعي يبقى حتى الأسبوع حتى 10 أيام. دابا عندنا الحمد لله الفواكه موجودة. كل 4 أيام 5 أيام نديروا القياس ديال القياس، واللي شاط نغسلوا بيدنا ورجلين ديالنا. كذلك بالنسبة كذلك لقينا على الورد. دابا الهندية شتا بدات كتقلل، ولكن باينة باقا كتبع شوية. ناخذوا هندية كنحاولوا نديروها في الخلاط الكهربائي مع صفار بيضة بلدية مع معلقة ديال الورد البلدي، كنخلطوها حتى كتولي على شكل يعني كومبوت
خالد. خالد خالد كان موضوع على البشره ديالنا والعنق دائما نحاولوا القناع اللي نديروه على البشره ديالنا نحاولوا نديروا على الوجه والعنق باش كيكون اللون موحد. يعني هذه اقنعه بسيطه وكتعطي نتيجه فعاله، وخاصه الناس اللي كيعانيوا من الجفاف البشره، الناس اللي كيعانيوا من المشكل ديال التشقق ديال البشره. وغالبا انا كنصف هذا الفصل هذا دابا اللي كيتغير ديال اسمه دابا كنحسوا بالتشقق ديال طبيعه الحال دائما ديال البشره. حنا البشره ديالنا كتاثر بشكل كبير بعوامل خارجيه أكثر من هي داخلية. يعني إذا كانت التغذية سليمة نحاولوا نكملوا الأقنعة الطبيعية باش كيكون واحد التوازن ما بين التغذية والأقنعة الطبيعية، حيت القناع الطبيعي كيكمل التغذية اللي كناخذوا. غالبا العيالات كيهملوا التغذية وكيلتجؤوا الأقنعة الطبيعية وكتولي كتشكى كتقول لك بان القناع ما دار لي والو. هذا غلط، لان حنا ملي كنت اولا كنتاكدوا من سلامه الجسم ديالنا، كنعرفوا بان الجسم ديالنا سليم ما عنده حتى شي مشاكل داخليه، يعني ما عندناش مشكل ديال الحساسيه، ما عندناش مشكل ديال اخذ بعض الادويه الكيماويه. يعني هنا فقط هنا اللي كنلعبوا بالجسد ديالنا وكنلعبوا بالجمال ديالنا. الا نظمنا التغذيه ديالنا وخدينا الكوام محتاج ليها البشره، الحين البشره ديالنا محتاجه يوميا الفيتامينات، يوميا المعادن، يوميا الزيوت باش كتجدد الخلايا وكترمم الخلايا كتضعف. يعني المسائل بسيطه حنا اللي مسؤولين عليها بطبيعه الحال. الا خدينا في المثل وتعودنا في المثل في الصباح ناخذوا حساء، يعني بالحليب حساء بالشعير ولا بالضرب، الفطور كيكون اتاي بالاعشاب ما كيكونش مشحر. كناخذوا الخبز الكامل دائما، كنصح بالماء قبل الفطور ب 30 دقيقه. يعني في العشره كناخذوا الفواكه اللي فيها الفيتامين سي، وحنا كنعرفوا دور الفيتامين سي على الجسم ديالنا، لان من بين الفيتامينات اللي كتثبت الكولاجين في الجسم ديالنا ولا الانتاج الكولاجين. كذلك العصائر ديال الخضر ما نتهونوش عليها، الا خدينا كاس ديال عصير ديال الجزر لغدا ناخذوا كاس العصير ديال اللفت. يعني خلال الاسبوع كناخذوا الخضر اللي عندنا، كناخذوا كاس ديال العصير ديال الخضر في النهار، يعني ما نعجزوش عليها. مشكل عندنا هو مشكل العجز، نتفادى والحاجات المقليه، نتفادى والوجبات المصنعه، نتفادى جميع الاغذيه اللي كتكون عن اللي كتكون عندها اضرار على الجسم ديالنا، ونعودوا حتى بناتنا الصغار على التغذيه السليمه. التغذيه راه ثقافه خصنا نعلموها لولادنا ولولادنا. ما نساوش شرب الماء بكثره، يعني ترونز الماء في النهار. ما نساوش كذلك بعض التدليك الجسم ديالنا بزيوت طبيعيه، يعني تدليك يومي، وخاصه النساء اللي كيعملوا ولا الرجال اللي كيعملوا خارج البيت، يعني النهار كله ملي كيدخل الدار لا بدا حمام القدمين، ولا خدينا ديك الحمام دائما نديروا فيه الورد. يعني من الورد ناخذوا في المثال سطال ديال الماء نديروا فيه يطرو ديال الماء طايب، نضيفوا واحد المعلقه ديال الخزامه، واحد ربعه ديال الورد البلدي، ونخليو ونديروا حمام للقدمين ديالنا، كيكون كمنشط والاسترخاء، وكننعسوا نوم جيد. الاخت حبك بزاف على هاد المعلومات اللي عطيتينا وعلى هاد الاقنعه اللي عطيتي للمستمعات. وقت ما يسمح نتمنى نتلاقاو معك في حلقات قادمه. باقي كنتي هنايا راك تجي لنا مره اخرى، الا الا مشيتي راه ديما اتصال في الهاتف ان شاء الله. تحيه ليك طاقم البرنامج والمستمعين ديالنا والمستمعه الجهويه لمدينه العيون. شكرا لك الاخت حوريه، الى اللقاء.